إذا غبت عن سلعة لفترة معينة وعدت لها ووجدت سعرها يتجاوز أضعاف سعر المشترى أو يزيد عن سعر المشترى بالضعف، تمام؟ هذه تعتبر تركة، تعتبر تركة يجب أن تحترم ويحافظ عليها في مكان يحافظ عليه الأشياء الثمينة. صالح، توفي صالح رحمه الله. بعد ما توفي صالح فتحوا صندوق كان عنده في غرفة النوم، فوجدوا فيه أدهان، وجدوا فيه أشياء. أحمد صالح اشترى سيارة، وخالد صالح اشترى سيارة، وسميرة اشترت لها قصر. انتقلوا الورثة لمكان آخر كان يدس فيه صالح في دولاب أعواد خشب، فكوا صندوق واحد وخلوه، قالوا له هذا نبغاه نحن نستعمله. باعوا 4 صناديق أخرى بمليون ريال. صالح أسأل الله أن يوسع له في قبره، وأن يمد له في قبره مد بصري، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. أسأل الله يا رب يا كريم أن يجمعنا به في جنات النعيم، آمين، مع الصالحين والشهداء. صالح ما كان عنده ترى رأس مال كثير، ولا كان عنده، ولا كان تاجر ولا شيء، كان يشتري كذا ويحط. النوادر اللي كان يحفظها صالح في تركته، شوفوا هذا العود، هذا ترى كان يصنف أعلى وأندر أنواع العود، تمام؟ زي كذا يحفظ في التركة. مثال عود كمبودي قديم وأشكال تحف، يحفظها أيضا في التركة. نسأل الله البركة لنا ولكم لجميع المسلمين، آمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المتبقي من عنبر قابوس عمان 1 2 3 4 5 6 7 8 غرشات فقط، 8 غرشات. الحقيقة والله يا إخوانا اليومين هذه صار عليه سحب رهيب جدا جدا جدا. قبل 3 أو 4 أيام تقريبا كان عندنا 17 غرشة، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. السبب أنا أعرف، ومعاذ الله أني أرفع سعر أو أزيد في السعر، لا والله بنفس السعر بتحصلونها لين تغلق إن شاء الله. اللي شروا من الكويت، اللي شروا من الإمارات، أنا عرفت أن العالم كلها دورت في كل مكان وما حصلته إلا في ميسم الورد الطائفي. أعلمكم حاجة، ترى أنا شخصيا حفظت في تجوري الخاص بي من هذا العنبر، لأنه حقيقي لن يكررها الزمن أبدا أبدا أبدا. حافظه زي ما هو كذا، زي ما هو بالتستر حقه بالكتالوج، بخليه زي كذا، ما هو زي ما هو. وعندي من الشيخ هذا اللي هو الدهن أبو طاووس، الغرشة هذه عندي منها كم حبة في مقتنياتي الخاصة اللي لا يمكن أني أبيعها، وحاطها كذا للاقتناء فقط. الغرشات اللي عندي مقفلة بالكامل زي كذا، مغلفة تغريفة المصنع، مخزنة تخزين نظيف، هي من جوا، هذه اللي في الداخل. عندي أيضا من أبو طاووس اللي هو الربع تولة، أنا أحرص أني أقتني هذه الأدهان وهي بحالتها كذا، وهي بحالتها زي كذا. أنا لو أقتني أدهان وأكتب عليها مقارنة بكذا، لا كذا أفضل، هي أدهان قديمة وزنها تعتيق. هذا فيما يخص الأدهان. أيضا أنا مقتني من هذا في التجور الخاص بي، في الأدهان الخاصة بي، من ضمنها أبو سمكة مختوم ومقفل بختم المصنع. هذا شوفه مفتوح، هذه عندنا عينة للزوار اللي بيجربون. موجود عندي كمية من هذا أنا مقتنيه لي شخصيا، هو قديم شوفوا باين عليه تعتيق وقدم السنين، وخلنا نزيده كم سنة زود. عندي أيضا غرشتين مقفلة من أبو سمكة زي هذه، أيضا هذه في مقتنياتي الخاصة، ليست للبيع أبدا، ولا هذه للبيع. الحقيقة مثل هذه الأدهان
هذه تعتبر كنز يوم تحافظ عليها بزي ما هي حالتها كذا وهي معتقة أصلا 50 سنة قبل، فتعتبر كنز بين يدك وأنت كذا تكون بها تركة. ممكن أنك بتكون بها تركة هذه بعد 5 سنوات بس بكم تباع اليوم. طبعا متوفرة عندنا في ميسم الورد الطائفي بختومة مختومة بحالة المصنع زي ما تشوفون. أسأل الله البركة لنا ولكم ولجميع المسلمين. هذا أبو سمكة. والله الحقيقة أنا أتمنى أن مد الله بنا العمر وعرفنا بكم تبيعونها إن شاء الله بعدين. فأنا والله من باب حب والله لكم وللغير، أنا ودي أعرف بكم بتبيعونها بعدين وبكم بعناها لكم اليوم. ودي تذكرونا بالخير إن كنا أحياء سنلتقي إن شاء الله، وإن صرنا إلى ما صاروا إليه ما قبلنا نسأل الله أن يجعلكم شفعاء لنا تدعون لنا إن شاء الله. تقول الله بكم اشترينا هذه الأيام من ميسم الورد الطائفي، وإن كان ميسم الورد الطائفي قد قام عليه أحد الأبناء. إن بعتم في وجودنا فاخبرونا، وإن بعتم في وجود ميسم من دوننا فاخبروا من تجدون في ميسم. إن والله اشترينا دهان من عندكم بمبلغ كذا وكذا، واليوم نحن نبغى نبيعه بكذا. ممكن يشترونها منكم إن كانوا يسيرون على نفس النهج اللي نسير عليها اليوم. نسأل الله البركة لنا ولكم ولجميع المسلمين. الحقيقة هذه أنا أقدمها من باب يعلم الله معزة وأخوة. أنا أسير على هذا النهج، أقتني اللي يكون معروف المصدر زي كذا، خلاص واضح وصريح أنه هذا دهن كذا، هذا عنبر كذا، هذا خلاص واضح ما يحتاج أن أكتب عليه ويصير فيه شك أو لبس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله. يا هلا وغلا، مساك الله بالخير حبيبنا. كالعادة الشحنات اللي ما بعد استلام المناديب يجون يستلمونها من عندنا قبل أو مع أذان الظهر. في طلبات تجي بعد الظهر نحن ما نخليها تبيت لليوم الثاني، على طول ننقلها للناقل. وتشرف اني انا اخذها معي واوديها. واحد من الادهان وهذا الثاني الحين قدام الكاميرا، وهذا الثالث، وهذا الورد الطائفي قدامك تشوف. طبعا تراب مسك الغزال الطبيعي هذا يبيت في القوارير لمدة 50 يوم، لو تشوفوه عالي في صحيح دوره هذا لازم انه يخمر مع العود لفترة طويلة. شوف ايضا درجة نزول العود في القارورة ايضا يبين ثقله وقوامه. صحيح. الادهان اذا اجتمعت افضل الادهان، هذه خلطة الملوك والمشايخ اللي نحن حكيناه في ميسم الورد الطائفي الحمد لله، وحصلنا على افضل النتائج. بتشوف كم كميه الشراء وكميه تقييم الناس لهذا المنتج. ما شاء الله 99% من مشترين هذا المنتج كرروا الشراء مره ثانيه وثالثه ورابعه، وهذا الحمد لله المنتج يسوق نفسه. تخرجنا من المستخلص فتلات الورد اللي هذا قدامك اللي الان بنضيفه اخيرا للمخلط الملكي. طبعا الورد الطائفي حساس جدا جدا جدا، لو تلاحظ نحن ما استعملنا في الورد الطائفي اليد والطريقة التقليدية. صحيح. في 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 استعمال يعني مثلا او الاخذ من القوارير، لا، هذا ما يسحب حتى الا بإبر زجاج زي ما تشوف، ولازم تكون إبر مخصصة للورد الطائفي فقط. ماشي. يعني ما تستعمل لاي شيء ثاني، لان الورد حساس جدا جدا وهو اغلى عطر في العالم، عطر الملوك والأمراء. طبعاً كل من يمر علينا تطعيمنا بالإبرة الجميلة. نعم، عن غير عن أي تطعيم. تطعيم ولا لقاح؟ هذا لقاح. نعم. لقاح ورد هذا. بقول بس يا ابو اكيد جاء في بالك فيها الخلطه اللي كلها طيب في طيب. صح. الورد والكمبودي الفاخر
الزين تجمعت في دير الله على المواجيب الشيخ ابو خالد على الرمص والعين. الله يستر. على ذوق. بارك الله فيك. ما بعد ما شفت الخلطه الملكيه. اهلا مساء الخير. كيف الحال؟ كويس. كيف ريحه موجود؟ موجود ولا ما في موجود؟ موجود حاج. فين؟ اثنين يوم. ما شاء الله. شوفوا من في زيارة ميسم الورد. الورد بنفسه. تسلم تسلم بارك الله فيك. الله يحفظك. الورد كله عندنا اليوم. الله يحفظك. رجل الأعمال الشيخ عبد الرحمن بنونة. الله يسلمك. ربي يطول عمرك ويحفظك. عمرك إن شاء الله. يا شيخ إيش وقسم بالله إحراج، والله إحراج تواضعك. وجيتك لين عندي هنا قسما بالله العظيم شيء كبير. أنا أحبك في الله. وانا احبك الله يطول عمرك يا هلا ونسلم عليك يا حبيبي على راسي الله يطول عمرك يا هلا غلب الشيخ يا مرحبا مساكم الله بالخير اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع نحن اليوم في ميسم الورد الطائفي في ثالث الاعياد بزياره القنصل العماني في المملكه العربيه السعوديه تشرفنا بهذه الزياره طال عمرك اهلا وسهلا ومرحبا الله يحييك جربت منتجاتنا طال عمرك الحمد لله منتجات ما شاء الله عليها منتجات طيبه جدا جدا يعني الله يحييك سعاده القنصل يا مرحبا وسهلا حياكم الله اهلا وسهلا شرفتمونا يا مرحبا مساكم الله بالخير يا اهلا وسهلا مرحبا نوادرنا كنوز حقيقيه ما شاء الله لا قوه الا بالله السحب من امس الينا اليوم انا مستغرب السحب المفاجئ هذا الغريب على دهن ابو سمكه دهن ابو طاووس وعنبر طابوس عمان ما شاء الله لا قوه الا بالله المتبقي منه شيء بسيط جدا تقريبا 6 غرشات فقط نحن قايلين 6 وما شاء الله تبارك الله هذا المتبقي 4 غرشات فقط هذه تقريبا نص الكمية نص كمية الغرشة اللي فكيناها آخر شيء أول أمس أو أي نعم أمس فكينها قدام الكاميرا هذا المتبقي منها فقط أسأل الله البركة لنا ولكم ولجميع المسلمين سيذكر التاريخ وستذكرون بكم بعنا هذه وكم كان متوفر منها وإنه ميسم الورد الطائفي تفرد ببيعها بهذه الكميات ما هي موجودة في أي مكان آخر المتبقي 3 غرشات فقط ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا الطلب من مدينة إيش هذا من الكويت أي نعم من الإمارات العربية المتحدة أسأل الله البركة لنا ولهم ولجميع المسلمين آمين
الشيخ يوسف الأدواني طالب الخمس الغرشات هذه وطالب الكرتون، يقول أنا أبغى الكرتون حق الغرشات اللي جت فيه. لا خطير والله يا شيخ يوسف، كان مؤمر. طالبه كذا يقول ابغاه هذا انا ابغاه زي كذا زي ما هو عليه. لا اله الا الله، شو محل اشططون وهذا الكرتون. اسال الله البركه لنا ولجميع المسلمين، امين يا رب العالمين. تكلمنا اليوم عن النوادر والذهب وسبائك الذهب من الأعواد، نتكلم عن عود الكلمنتان التركان الأندر في العالم. هذا العود نادر، نادر من نوادر الأعواد في العالم حقيقة. هذا لا يبخر ولا يباع ولا يصنف، هذا يقتنى فقط ويبخر بشيء بسيط، كسرة بس. كل ما هبك الشوك كسرة بسيطة بس. شم رائحة في الحياة ما شميتها. لا إله إلا الله الواحد الأحد.